عليك يا نعمة يا أبو علم. أنا نعمة سعيد أبو علم، لسه داخلة نادي الملايين، يعني اللي فات كله فكة واللي جاي أساتك. قاعدة عند العربية في الشارع بتعملي ايه يا أستاذة نعمة؟ أصل العربية عطلت فقاعدة بفكر ازاي صلحها. قاعدة بفكر يا ست محروسة ازاي صلحها. طيب أجيب لك ميكانيكي؟ ما تشغليش بالك أنت يا ست محروسة، ما تشغليش بالك. حاضر. خير يا نعمة؟ جايبانا على ملا وشنا كده ليه؟ هو فيها يا نعمة؟ في مشكلة ولا ايه؟ كنت عايزة منكم خدمة يا جوز مقطيع. هو انت بجد هتنزل له؟ واحنا جايين هنا ليه؟ دي مجنونة. هي حرة، اتكلمت معاها كتير وما بتسمعش الكلام، هعمل ايه طيب؟ بس بيني وبينك لما فكرت في الموضوع حسيت ان ممكن يكون عندها حق. ده اللي هو ازاي ان شاء الله؟ الواحد لما بيحب بيتعامل. نعمة مش عايزة تحسس صلاح ان هي اللي بتصرف طول الوقت. نعمة نفسها تحس بالعكس. انزل. ازيك يا مدحت؟ ازيك يا اكرم؟ ازيك يا اكرم؟ الحمد لله يا صلاح. سيب المنبه اللي في ايدك، عندي خبر يخليك ما تعملش ده بقيه حياتك كلها. خبر ايه؟ خالد الاشقر. ماله خالد الاشقر؟ استلم الفلوس بموجب التوكيل اللي انت عامله له. فلوس ايه للسلامة خالد الأشهر يا أكرم؟ مبروك يا صلاح، كسبت قضية الوقف. مش تركز يا عم أنت، ده 130 جنيه. هبدهم لك، هبدهم لك.